في البوتاجاز. المحافظ دي غلق البتاع المستودع، ما كانش الشابه دي اللي ولا هو غلق وسام عليك. بقالنا اسبوع ما فيش انابيب، وهنا بتوع السريع هيشيلوا لك الفيلا اللي على الانبوبه الحمراء ويروحوا يبيعوها في السودا بره، ونيجي ندور على انابيب ما عارفين نطبخوا ولا عارفين نغسلوا ولا يعملوا حاجه، وعندنا اطفال. البلد دي ما حدش بيدور عليها. المحافظ لما جه قفل المستودع، بيقفل المستودع عشان ناخدها ب 60 وب 70 مش لاقيينها اصلا. وطبعا الناس زهقت من الكلام ده وضجت. كل فرد له انبوبتين في الشارع، احنا ما بنصرفش الا انبوبه واحده، وساعات ما بنحصلهاش. الله، ما احناش عارفين هنرد الايام الضلمه تاني. انا كمواطن واحد مثلا عندي 60 سنه هشيل الانبوبه على كتفي ما بيني وما بين المستودع بتاعها 8 كيلو، ووعود كداب ناخدها من التمونه ومفيش حاجه بتتحقق. الراجل رئيس الجمهوريه بيشتغل على اخره، ورئيس الوزراء مشكور، واحنا بنشوفهم في التلفزيون، بس اللي الناس اللي تحتهم هم اللي مضيعين شغلهم.